هات ابوكي مش وقت هزار. زرزرة؟ بقولك ايه والنبي يا كابتن، ما تعرفش بيت عم رجب البنبوتي فين؟ ده موز ده؟ اه الله، هات الكيس. طب ما تاخد البرتقال، شكله لسه ما استواش. خلص. طب امسك يا عم، مش عايزين فاكهه خالص. تعبيط يا انت، تعبيط يا انت، في ايه؟ تعبيط يالا. خلاص يا عم، بتوع يا عم الدور الثاني. اطلع النادي بس كده على عم رجب، هشاور لك من فوق بالعكاز. طلع موز، طلع اخلص، طلع موزة. قشرها قشرها، كلها على بق واحد. اخلص ازاي؟ طيب كلها على بق واحد. اخلص، هات خد، افتح بقك ياض، افتح بقك. شايف القشرة دي؟ اشوفك بتشقلب عليها. تعملش كده تاني يلا. قول يا ابن، شكل الواد هينده لنا ناس ولا ايه؟ يا عم رجب، عم رجب، ما كانش له لازمة تتعب نفسك يا باشمهندس. ده انا انقذتهم بأعجوبة. عندكم حتة واد تحت ثبتني بمطوة، كنت ايه ده؟ هو مشهور قوي كده عندكم في المنطقة ولا ايه؟ ده بدر اخويا، دايما فضحنا. سميت على اسم بدر رجب، يمكن يطلع لعيب كرة عدد ويفلح. طلع فردة جزمة قديمة. الحاج كان أكبر مشجع لنادي المريخ زمان. الله، ده كان فريق عظيم يا حاج. يلا هو راح مع اللي راحوا. طب حيث كده بقى يا حاج، دي مطوة بدر، خليها معاك. يا دي الفقر. فهمت ليه قلت لك بلاش تيجي؟ عشان ما تشوفش المناظر اللي شفتها. ليه يعني؟ ما احنا اولاد ناس غلابه برضو، ولا انت فاهمه ايه؟ عيني في عينك كده. انا موافق، بس بالنسبه للحاج البوليس يا حاج، بالنسبة للبوليس مسك العيال ولا لسه؟ بوليس؟ انتهى بال يا ابني ولا ايه؟ هو البوليس فضلنا اصلا؟ لا مؤاخذة يا هندسة، الحاج من عشمه يعني. لا الحاج عنده حق، ده انا لسه شايف شوية عيال عندكم تحت كانوا هيشرحوا بعض، ولا كأننا في الصومال. اللي زينا يا ابني يا ياخد حقه بدراعه يا يفوض امره لله. ونعمة بالله يا حاج. ايوه بس العيال دي المفروض يبقى ليها كبير. نعمل قعدة عرب، العيال دي تتجاب وتتأدب عشان مدت ايديها على واحدة ست. عرب وكبير، الكلام ده كان زمان يا ابني، مش الأيام السودة دي. دي عيال البرشام لحس مخيه، ما عادتش شايفة كبير من صغير. ربنا يخرجنا منها على خير يا رب. أيوة حاج، لازم يبقى في حل. معقولة هنسيب العيال دي كده؟ نعمل إيه؟ حظنا كده. الواد جوز بنت الكبيرة مدرس خرع، مش فاضي غير للدروس ولا سائل في امنا. وانا زي ما انت شايف حقي هجيبه بايدي، بس اقوم لهم ولاد الورمه. يعني ايه يا جماعه؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. بقول لك ايه، انا بكره هاخدك وهنطلع على المستشفى، هنعمل تقرير، وبعد كده اخد الحاج نطلع نعمل بلاغ في الاسم. انا جوز اختي ليه معارف كتير قوي وهيخدمنا. حاج العيال دي لازم تتجاب وتتأدب. معلش بقى، سيب لنا الموضوع ده. بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي صديق العائله ولا ايه؟ عيب كده يا حاج، الراجل جاي يعمل الواجب، ما يصحش كده. واجبه فوق راسنا من فوق، بس انا نحب نفهم كويس اللي قدامي ميته ايه بالظبط. مش وقته الكلام ده، الله لا يسيئك. لا عايشه، الحاج عنده حق، انا ابن بلد وعارف اللي فيها. الف سلامه عليك يا عايشه، ابقي طمنيني عليكي ولو رساله على الموبايل. ها ده طبعا بعد اذن الحاج. رايح فين؟ اشرب الشاي، ما يصحش كده. لا انا طمنت عليكي خلاص. السلام عليكم. استنى يا ابني اوصلك لحد بره، المنطقه لبش، لحسن تحصل مصيبه ونشيل ذنبك. لا مش هيحصل حاجه يا حاج. ايدك ايدك معايا، مش عايزين نتعبك بس يا حاج. يا معين، انت عايز ايه من بنتي يا باش مهندس؟ بالظبط كده. ولا حاجه يا حاج، انا كنت جاي اطمن عليها مش اكتر. انا بفهم في الاصول على فكره. بس كده؟ ايوه بس كده يا حاج. كل اللي حصل ان انا لقيت العيال ملمومين عليها في المينا، فوقفت جنبها، هو ده اللي حصل. بقول لك ايه، انا بنتي مش حملك ومش حمل اي حد.
انت فاكر ان مش سهل عليا ان انا اقعد في البيت وهي تنزل تشتغل مكاني؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا حاج، بس هو ده اللي حصل. فاهمك يا ابني فاهمك، انست ونورت. الله يخليك يا حاج، ربنا يصلح حالك وحالنا يا ابني. امين يا رب العالمين. طريقك من هنا. السلام عليكم يا حاج. مع السلامه. ما تكدبش عليا يا محمود، الواد سيد اللي على الناصية بتاع مكنة التصوير قال إن أنت صورت عنده ثلاث حاجات، واحد شهادة المؤهل، واثنين شهادة الجيش، وثلاثة الباسبور، كده بقى في نية سفر تاني. يا نهار أبوكي أسود، أنت بتجسس عليا يا بت؟ ها؟ مجندة الواد بتاع مكنة التصوير؟ طب والله يا شيرين لأكون جايب لك دورها في المكنة دي دلوقتي. لا يا محمود الواد ملوش ذنب، حرام عليك، إحنا كنا واقفين بنتكلم وكلام جاب بعضه عم قال لي. لو النبي، هتستسكي عليا أنا يا بت؟ انت مجنده الواد بتاع التصوير ده عشان عارفه ان انا بصور عنده الورق بتاعي، عشان مش حرامي بيصور الورقه ب 75 قرش، قلت اربط معاه واعرف اخبار محمود. جنتي مين تاني؟ اوعى تكوني جنتي بتاع المكتبه وقال لك ان خدت من عنده الصبح ثلاث اظرف كبار. نهارك اسود يا محمود، ثلاث اظرف؟ يعني انت كده مقدم في ثلاث سفارات. محمود انت مش وعدتني ان انت مش هتفكر في السفر تاني؟ انا ما وعدتكيش بحاجه. نعم يا اخويا ما وعدتنيش بايه؟ مشوار اسكندريه اللي جينا منه امبارح ده كان ايه؟ واللي قلتوا لي في المنتزه؟ هتسيح لنا في الحاره، انا بتكلم على موضوع السفر، انا ما وعدتكيش بحاجه في موضوع السفر. لا وعدتني يا محمود. تكونش بتسكتني عشان ما اتكلمش معاك في الموضوع ده تاني؟ عرفت ليه بحبك؟ طب ايه رايك يا محمود؟ والله العظيم انا ساكته، ولو ما جيتش لحد عندي في البيت وقطعت الورق تحت رجليا وحرقته مش هتشوف وشي تاني العمر كله. نعم يا اختي،